فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يطلب منها أن تناوله علبة الدخان لكي يشربها ويغضب إذا رفضت ذلك، فماذا تصنع؟ لا تعطيه، لا تعينه على المعصية، لا تعينه على المعصية، لا يجوز لها ذلك ولا تطيعه في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.